صباحات سودانية. وصلنا لملف اليوم، واليوم حنشاهد فيه الفعاليات الثقافية داخل المؤسسات التعليمية في السودان ومدى تأثيرها على انتشار المحتوى السوداني على الطلاب أنفسهم. صحيح، هو موضوع كبير جدا ومهم انه نتعرف على الفعاليات الثقافية داخل الجامعات. نسعد جدا به الترحيب بالأب خورخي نارنكو وكيل كلية كامبوني للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد جمال الدين رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب. مرحبا بكم، صباح النور. صباح الخير، كيف أخبارك؟ الحمد لله كويس. مامين؟ الحمد لله. الحمد لله، صباح الخير عليك. مرحبا بكم والله، مرحبا بالسودانية اس 24. مرحبا بكم. بداية الأب خورخي، عاوزين نتعرف حول الأسبوع الثقافي لكامبوني، الفكرة وميلاد الفكرة ذات نفسها جات كيف؟ الأسبوع الثقافي مبادرة من الطلاب، ليست فكرة نزلت من الإدارة للطلاب، ولكن بالعكس بدأنا في سنة 2015 وهناك نحن تعمقنا في موضوع التعددية بيننا في طلاب من أصل جنوبي إريتري سوداني إثيوبي، ونحن استغلنا الموضوع ده عشان بيكتشفوا أن التعددية دي كنز، ليس مصدر المشاكل والصعوبات. حتى الله خلق الإنسان كل واحد مختلف، ما يستخدم مكنة التصوير. إذن استغلنا عشان بيشوف التعددية زي حياة إيجابية. في السنة الثانية شفنا موضوع البيئة والعلاقة والعناية بها، وفي السنة دي عندنا موضوع الهوية. إذن عندنا المحاضرات ومعارض، وأخيرا الفيلم كله حول موضوع الهوية. نعم دكتور جمال، احنا عايزينك تكلمنا أكثر عن الفيلم اللي حيكون، هو فيلم إيمان وحيكون مشارك إن شاء الله في الأسبوع الثقافي بكلية كامبوني، ودوركم كمان أنتم كمكافحة الإرهاب في الفيلم عملتوه شو؟ طيب شكرا جزيلا. حقيقة الفيلم هو شراكة ما بين الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب في السودان وبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة اللي هو UNDP. وممكن أتت فكرة الفيلم من الواقع الذي يعيش السودان، ومن خلال ممكن الاجتماع اللي تم في نيويورك في 2015، ممكن الأمين العام للأمم المتحدة واحدة من قراراته في أنه يتعامل مع قضايا التطرف العنيف، وخاصة مع كل مؤسسات الأمم المتحدة الموجودة والمنتشرة في العالم. وبالتالي هدفنا في أنه يعني نوجد أكثر من طريقة ومنهج للتعامل مع هذا التطرف، لأنه ليست فقط الوسائل التقليدية في مسألة القبض والإجراءات القانونية هي الوسائل الوحيدة التي يمكن أن تحل هذا الإشكال. فوجدنا أن هناك وسائل أخرى يمكن أن تكون أكثر يعني فاعلية وأنجع في حل الإشكالات من خلال الأعمال الوثائقية، ممكن نعم ترسخ للفهم بشكل نعم. والفيلم هو صحيح. يدعو للحوار، يدعو للتعامل مع الآخر والاستماع للرأي الآخر. طيب رأيك شنو نشوف برومو الفيلم؟ أنا أفتكر أحسن. نعم نشاهد ثمانية. نعم. أبوك واقف برا، حاجة جميلة جدا برومو مشوق، لأن واحد من الأفلام ممكن تكون اتناقشت عن كمية من القضايا اللي ممكن نكون بنعاني منها هنا في السودان، وحتى خلينا نقول ممكن تكون في العالم كله. أنا حاجة للفيلم وحنتكلم عنه التفاصيل، لكن بداية عايزة أعرف من خلالك الشكل الدعومات اللي أنتم بتقوموا بها خلال سواء كان أفلام أو حتى لمواضيع زي كده. أولا جزء من التصوير حصل في الكلية. نعم. بعض المشاهد وبعض الممثلين هم من طلاب بتاعتنا. بعدين في كمان في واحد من أصوات المدينة كمان. إبراهيم البالي أكيد. نعم التحية. يعني نحن في كلية كومبوني عندنا علاقة عميقة مع الناس على السينما من زمان. عشان حتى في السنين القديمة كل يوم السبت كان في عدد فيلم في الكلية. وكل مرة كمان مثلا مهرجان الأفلام المستقلة مرتين، حصل ثلاث مرات حصل الختام بيننا.
يعني نحن عندنا ثقة بأنه السينما لغة مفهومة للشباب. وأنا زي إسباني أكيد شفت أفلام غير سودانية، ولكن أنا أحب شديد الأفلام السودانية لأن لها قيم روحية وإنسانية عميقة. إذا نحن مبسوطين لما في أي إنتاج سوداني، وأنا بفتكر ده أعظم إنتاج سوداني حديث. نعم. طيب الأبخر يمكن في ذات النقطة اخترت هذا العام للهوية من خلال الأسبوع الثقافي، هنشوف من خلاله عديد من النشاطات. شنو مفهومكم للهوية؟ يعني عاوزين تقدموا شنو؟ أولا نحن نشوف موضوع مهم، عشان لما الهوية تكون ضعيفة ده باب فاتح للتعصب. وفي صعوبة في موضوع الهوية، عشان مثلا الطلاب الأجانب بيننا مولودين في السودان الجنوبيين الإريتريين، ولكن ما شافوا الجنوب وما شافوا إريتريا وإثيوبيا، عشان كده هم بيصيروا بينه إريتريين أو سودانيين أو جنوبيين وإثيوبيين زي الآخرين وما سودانيين. ولكن كمان بين السودانيين في هوية للتعمق في الموضوع، وبنعمل عن طريق المحاضرات والتعمق في التاريخ لكل دولة من هم جايين منه. ده طريقة يعني عشان ده السبب ان احنا فكرنا في هذا الموضوع لسنة دي. نعم دكتور جمال، عايزين نعرف في الإيمان ومشاركته والدلالات اللي كانت واضحة جدا، سواء كان في الأسبوع الثقافي اللي حيكون إن شاء الله هسه في كمبوني، أو حتى مشاركاته الخارج السودان، ومن خلالك برضو الأصداء اللي حصلت عن الفيلم. طيب الفيلم حتى الآن ممكن يعني على مستوى اليوتيوب ممكن مئات الآلاف من المشاركات، يعني والحوارات اللي حصلت يعني ما بين الشباب وبين مفردات مختلفة في المجتمع السوداني ومجتمع أخرى، يعني دي واحدة. الأمر الثاني أصبح عنده طلب دولي بصورة كبيرة جدا، ممكن أكثر من ممكن 17 دولة تطلب أنه دار يعرض هذا الفيلم يعني في يعني داخل مدنة، وأكثر من ممكن 70 من المؤسسات سواء كان مراكز يعني أو جامعات أو مؤسسات مختلفة يعني تعنى بالعمل الثقافي، يعني وبرضه فيما يختص بالمسألة بتاعت السوشيال كوهيشن يعني الترابط الاجتماعي وكده. فأفتكر يعني هذا بالإضافة هو يعني عرض في 2 من المهرجانات السينمائية في جنيف، ومطلوب الآن في المهرجانات السينمائية في أوروبا الآن، وتم عرضه في يعني في فرنسا دي مرتين، وتم عرضه في أستراليا، وتم عرضه أيضا في بريطانيا، وتم عرضه أيضا في إسبانيا. نحن مشينا إسبانيا وعرضناه، وحقيقة لقى رواج كبير جدا، وحتى طالبتنا بعض المؤسسات الأخرى في أنه نحن نعرض هذا الفيلم. نعم، وحقيقة واحدة من الحاجات الأساسية اللي بتخلي الفيلم يكون مشوق هو يعني هو يحاور ويتحدث عن العلاقات الإنسانية والتشابك المجتمعي المفروض يكون موجود بصورته المطلوبة، يعني بدون ما يرجع للأديان، بدون ما يرجع للإثنيات، بدون ما يرجع لعرقيات. وبالتالي هو يتحدث عن الوحدة، يتحدث عن ترابط المجتمع، يتحدث عن القوة الجامعة للإنسانية اللي بتخلي الناس يكونوا كلهم حاجة واحدة في إطار الهدف الكبير. كلام مميز جدا، صحيح. لكن الأب خورقي أمشي معك لنقطة أخرى فيما يخص الأسبوع الثقافي. شنو الأيام ترتيباتها وأفكارها واليوم في الشروط تاني يوم؟ ومن هنا نقدم الدعوة لأنه برضو الناس يتفاعل معكم من خلال الأسبوع. من غدا إلى يوم الخميس، كل يوم من الساعة 11 إلى الساعة من بكرة. من بكرة إلى أيوة إلى يوم الخميس من 11 إلى الساعة 6 نفتح المعارض، وفي المعارض بتلقى يعني في معارض دولية حسب الدولة القادمين منا الطلاب، وكمان أكاديمية وثقافية عن طريق كوش خصوصا كمان اليوم الأول من أيوة من بكرة إلى يوم الخميس، كل يوم من الساعة 11 للساعة 6. بعدين في محاضرتين بكرة يوم الثلاثة
عن العنف في اللهجة السودانية. كيف مرات عن طريق استخدام بعض الكلمات في عنف ضد بعض القبائل و ويوم العربية المحاضرة الثانية ده يوم الثلاثة مع عمر أشاري ويوم الأربعاء مع الدكتور محمد يحيى عن التراث السوداني وإذا يوم الخميس الختام بعرض فيلم إيمان في الساعة 7:30 مساء وبعد الفيلم عندنا كمان حفل مع أصوات المدينة هم وضعوا كمان الموسيقى للفيلم وهيكونوا معنا في الختام إن شاء الله إن شاء الله من اخبار التكنولوجيا هنرجع او نمشي معاكم بقى لفقره ثانيه دفتر احوال دارين نمشي معاكم لكليه كمبوني عندهم معرض هناك عاملينه عن المعرض الجنوبي عن التراث اكيد هم كان فعلا قبل يمكن قبل شهر او اقل من شهر هم كانوا عاملين معرض متكامل وكان شعارهم بيتكلم عن الهويه وانه كيف تفاصيلها والاهتمام بها وانه كل دوله شنو بيميزها وحتى الاختلاف والتمازج ما بين الشعوب انه ممكن يطلع شنو فكان في نعم في معرض واحد فنطلع نشوف الليله هم قدموا شنو في دفتر احوال معرض جنوب السودان من كليه كمبوني اوكي انا اسمي ساره من معرض دوله جنوب السودان ومرحب بكم في معرضنا معرضنا بيتكلم عن تراثات وعادات وتقاليد وعندنا مأكولاتنا لانه في ناس كثير ما عارفين عن مأكولاتنا في جنوب السودان عندنا الباباي عندنا البافرا عندنا الموز عندنا المانجا عندنا الجوافه عندنا طبعا المشروب اهم حاجه في جنوب السودان لافراحنا او احزاننا مشروبنا اسمه كينيمرو هو بيتعمل من السمسم زائد الخميره وعندنا السمك وعندنا الكروفو كويس عندنا الخضره طبعا بتسوي بالدكوه وعندنا البن يعني كله في شمال السودان كله طبعا البن فيه واحنا عندنا ثابت البن كويس وطبعا عندنا المولده المولده بيقدموها لاعراس حقت الزانده دي طبق بخطوا فيها القروش حق العروس وهدايا العروس تتقدم لها وعندنا الملابس طبعا زي ما شايفين دي ملابسنا عاداتنا وتقاليدنا وعندنا الطواقي حقت بالزعف بنلبسها لما الناس يكونوا في وقت الزراعة أو لما يكونوا مسافرين مسافات طويلة الناس بتلبسها وعندنا القرع ده بيساعد في الموية وبيساعد في المشروبات حقتنا وعندنا العشريف بنشفه ومنه يعني بننجده بنشفه ليه للحصاد الجاي يعني كلنا كبذرة لنا وبيدعمل هذا العشريف بيدعمل كدقيق بيستخدم للعصيدة أو للمدايد السلام عليكم أنا اسمي داك بالمعرض جنوب السودان التمثيل حقنا هي عبارة عن هواي عن جنوب السودان هو بيقولوا identity of South Sudanese فعندنا حاجات من معرض فمعرض حقنا بيهني عن هوية بتاع جنوب السودان أو كجنوب السودان ككل أو ثلاثة أغارات جنوب السودان نحن رسالة إن شنو المعرض حقنا كذا ذلك اليوم إيه من بنقول رسالة برسول الناس لمعرض حقنا بنقول إنه توقف الحرب والعالم كلية يعني سفير من جنوب السودان بنقول بالإنجليزي كذلك let us stop war and let the world benefit from us ده الرسالة بالنسبة للمعرض حقنا هذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله أنا اسمي إليزابيث ديكو الأساور والسكسك ده بنلبسها في واحدين بيلبسون في ما المشاوير في واحدين بتلبس في الأعراس في المناسبات الكبيرة مثلا اختيار زوجة للسلطان خاصة الناس قبيلة في شرق السوايا اسمها شولي ديل بيلبسوا النوع ده ويلا الناس قبيلة شلوك في واحد بيلبسوا في كرعين اليمين والواحد بيلبسوا في كرعين الشمال ده في حالة في كان انت متزوج بتلبس في كرعين اليمين اللي هو البيت ما متزوجة بتلبس السكسك في كرعين الشمال وكل الجنوبين عندهم الترديشنال بتاع السكسك حتى عندنا في ناس ياي وناس شرق السوايا بنلبس لانه اصنع الرقيص ده هو الشو ذاته